مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في حلقه جديده من بيروت اليوم، حيث يسرني ان استضيف دوله نائب رئيس مجلس النواب سابقا الاستاذ إليف رزلي، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتيه. هبة سعودية للجيش بقيمة 3 مليارات دولار، لماذا يعتبرها حزب الله تهديدا له؟ ما هو مصير البلد بين التحرير من السلاح غير الشرعي والتكفير بربطة عنق؟ هل أصبح تأليف الحكومة فعلا في متناول اليد بعد اغتيال شطح؟ دكتور الرئيس، أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. لنبدأ من المفاجأة بالأمس، يلي كان بعض المطلعين كانوا مطلعين على أجواء يلي هي التقدمة أو الدعم السعودي للجيش اللبناني بقيمة 3 مليار دولار، وكان واضح وملاحظ أنه حزب الله والأفرقاء القريبين منه وبخاصة الصحافة القريبة منه كانت كتير رد فعلها غير متوقع ومشكك إن لم يكن سلبيا، فلماذا؟ أولا بداية، أنا كمواطن نحن نسجل تثمين عالي المستوى لأي مكرمة تأتي من أي اتجاه لخدمة مسار الجيش اللبناني ودور الجيش اللبناني، فكيف إذا كانت بهذا الكم وبالنية المعلن عنها لإقامة تسليح الجيش اللبناني بما يتلائم مع المهام الاستراتيجية الموكلة له على الساحة اللبنانية، خصوصا بمشاكل الساحة وبالمشاكل نتيجة تداعيات أزمة المنطقة. فإذا التثمين والشكر لهذه المبادرة أمر لزومي وضروري، إلا أن التساؤلات التي طرحت وقد تابعتها اليوم بدقة هي تساؤلات لابد من أن يصار إلى إعطاء أجوبة عليها. مثل؟ يعني لا يمكن مرور الكرام حول هذا الواقع. أولا كمية المكرمة. طيب، لبنان مر بصراعات كثيرة مع إسرائيل بشكل خاص، العدو المركزي في هذه الأمة، وبالرغم من هذا كله كان في قرار كبير بعدم تسليح الجيش بما إمكانية إعطائه أدوار استراتيجية بعقيدة قتالية معادية لإسرائيل. لم يتقم أي دولة بتقديم هذا الكم، وعندما قيل أن هناك دول مستعدة أن تقدم وتسلح الجيش للقيام بمثل هكذا مهمة لم يتم الأمر، وكان هناك رفض، أليس كذلك؟ سؤال آخر، هذه المكرمة الكريمة أتت فيا فرنسا. طيب، نحن بنفهم أنه المملكة العربية السعودية حابة تعمل دعم للواقع الاقتصادي المترتب في فرنسا على المستوى الصناعي وعلى المستوى المالي والنقدي، وهولندا بحاجة لدعم، وخصوصا بعد موقفه الأخير بمحاولة عرقلة التفاهم الإيراني مع الدول الغربية وخصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن بنفهم أنه في مال بده يندفع لفرنسا لدعم هذا التوجه المتجسد بموقف هولندا. طيب، لماذا هذا المال بالتحديد حصر هذا السلاح في فرنسا دون غيرها؟ هل لأن، وهون في سؤال بينطرح بالأوساط وأنا عم بطرح الكلام لأقول أنه الأسئلة لابد من الإجابة عنها، يعني مش أسئلة تطرح فقط من باب كيدي ويجب أن يتم تجاوزها بمرور الكرام. نحن بنعرف أنه سايكس بيكو شاخد، وبنعرف أنه الدور الفرنسي في المنطقة وخصوصا في بلاد الشام أصيب بنكسات استراتيجية كبيرة، خصوصا بعد اتفاق كيري لافروف، والذي أخذ ينعكس اتفاقات واضحة على الأرض اقتصادية وغازية ونفطية ومائية وإلى ما هنالك عسكرية لأدوار يقوم بها روسيا وتقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. فدور فرنسا الأساسي الذي كان بسايكس بيكو
متمركز في سوريا ولبنان بينصاب بنكسات استراتيجية حتى على المستوى الثقافي عند الرأي العام اللبناني وبشكل خاص المسيحي، اللي كان يعتبر أنه فرنسا يؤم الحنون، بلش يوجه نظره باتجاه روسيا ودور روسيا في المنطقة. السؤال، هل هذه هي الوظيفة السياسية للمال الذي أعطي لفرنسا لكي يتم إعادة إنتاج دور فرنسي متقدم في المنطقة وبالتالي في بلاد الشام وبالتحديد في لبنان وسوريا؟ هذا سؤال يطرح نقاش كمحللين نحن. ثلاثة، هل فرنسا ستستمر في تزويد سلاح الجيش اللبناني وفقا للمقرمة المثمنة من قبلنا، أي المقرمة السعودية، حتى لو بقيت العقيدة القتالية للجيش قائمة على أساس جيش شعب مقاومي، قائمة على أساس اعتبار إسرائيل عدوا مركزيا أولا؟ هذا سؤال. 4، هل هناك وظيفة سياسية جديدة ستعد للجيش اللبناني تتعلق بإحداث توازنات ضاغطة على الساحة باتجاه حزب الله كي يعاد إنتاج واقع تفاوضي جديد على الساحة اللبنانية، يتلائم لا يتلائم؟ وهل الجيش مستعد أن يقوم بهذا الدور؟ وإذا رفض القيام كله أو جزء منه بهذا الدور، هل سيكون لهذا تداعيات خطيرة استراتيجية على الجيش ودوره ووحدته؟ هذا سؤال يجب الإجابة عليه بكل موضوعية بكل هدوء. بعد فيه هذه الأسئلة بس هذه الأسئلة ألا تشكك بالجيش ومناقضية الجيش؟ تكي. يعني أول شيء دولة الرئيس كمية السلاح والأموال، لم تعطى الأموال للجيش، الجيش يحصل على كمية سلاح بأركانه ذاته. أولا ما في شيء اسمه جيش بلبنان، خلينا هاي نوضحها كمان، مستقل عن السلطة السياسية. لا، الجيش هو نتيجة من نتائج القرار السياسي. بس فيك تتخطل باعتبار الطائفي بالجيش وتوزيع القوى؟ هذا اللي بقوله. ما ليش قلت لك هل إذا لم يتم توافق الجيش برمته أو جزء من الجيش رفض، هل سيكون؟ أنا عم بسأل أسئلة على صوت عالي. نعم، بس حضرتك دولة الرئيس أنا مخضرم بالحياة السياسية اللبنانية كفاية لهالأسئلة حضرتك ما تقبل تسألها. يعني السؤال الأول ما قبل أسألها؟ ليه؟ رح أقول لك ليش. حضرتك دولة الرئيس بتعرف معلوماتك الشخصية، هاي معلومات مش تحليل. بال2007 2008 كانت في اتصالات من بعض الأطراف النافذة في لبنان أبتم بجهات دولية لتأمين خطح سليح الجيش اللبناني ب5 مليار دولار على قاعدة أخذ الجيش إلى موقع متقدم من وضعه وجها لوجه في حيني أبحكيك، مش هلأ برجع بركز، عم بطرح الكلام بعلمية تامة بموضوعية وبهدوء. أنا مع التثمين المبدئي بتلقف المال، يا أهلا وسهلا بكل ما يعطى للجيش اللبناني. تبي لاحظت كيف يعني عم بطرح الأسئلة؟ كان وقتها ضمن خطة وضع الجيش وجها إلى وجه مع حزب الله في ذلك في تلك المرحلة. عم بعطيك معلومات. نعم. بس السؤال اتصالات تم. نعم. بس دوت الرئيس من قبل بعض الفاعلين في الحكومة اللبنانية وبعض المعنيين مباشرة بالمؤسسة العسكرية. نعم حضرتك. أكثر من الأدب شرح. بس دوت الرئيس يعني حضرتك مخضرم بالحياة السياسية اللبنانية ورافقت ما رافقته، إن كان عبر مستوى السلاح ولا عبر قصة فرنسا ولا استمرار تأمين السلاح في حال لم تتغير العقيدة القتالية والوظيفة السياسية للجيش. حضرتك بتعرف انه الجيش اللبناني قائم على اركان مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، خاضع لسلطة سياسية مناصفة بين المسيحيين. لا وقف. وين بلشت تشط؟ وين تكي ولحديت هلا شو اقترن الانتقاد؟ بس سؤال بعد فكرة. والانتقادات الموجهة الى الجيش هي دائما تعرف اي اتجاه. شو بدي بانتقادات ما انتقادات؟ انا عم بطرح اسئله من باب الحرص الاستراتيجي على المؤسسه. انا ما في ضمانه بالمناصفه ضمن قياده الجيش. شو اقترن هذا الكلام كله؟ هذا الكلام اقترن كله بكلام عن تاليف حكومه جديده
ذات عناوين سياسية معينة وبتوجهات ممكنة. انتبه للتعبير، يعني أنا ما بحكي جملة إلا ما بقصد كل كلمة فيه. توجهات ممكنة تجعل من المسألة خضوع الجيش بقوة الدستور لتوجهات سياسة الحكومة أمر خاضع لشتى أنواع الشطط والشكوك. لذلك أقول أنا هذه الأسئلة بالرغم من التثمين لتلقف المكرمة السعودية الكريمة لمصلحة الجيش اللبناني ولو من خلال فرنسا، يجب أن يتم الجواب عنها. هذا حق أنك تعطي الأجوبة. من مين مطلوب الجواب دولة الرئيس؟ من الذي مفروض تكون، مفروض تكون من الذي تم الإيحاء منه أنه هو الذي كان وراء المكرمة. يعني خلي فخامة الرئيس يجاوب عليها باعتباره القائد الأعلى للجيش. أن يقبل يعني هاي أسئلة في ظل غياب الحكومة، لأنه كل شيء بيتم برات المؤسسات وبرات الحكومة. في ظل غياب الحكومة في أسئلة طرحتها الصحافة. هيدي الأسئلة اللي انطرحت أم تعكس وجهة نظر شريحة كبيرة في المجتمع اللبناني، تساؤلات. طيب ألا يجدر بنا كمسؤولين، مش نحن بس، أن نقوم بإعطاء الجواب؟ لأنه انتبه أي خطأ بهذه المسألة البلاد ما بتقدر تضبط إيقاع كيف بتتطور ساحتها على المستوى الأمني وعلى مستوى تداعيات الوضع على الساحة اللبنانية وعلى مستوى الصراع ضمن المؤسسات وانعكاس ذلك على وحدة المؤسسات. هذا كله مطروح. بس حضرتك يعني ما بتعتبر أنه مثل هذه الأسئلة مبالغ بها لجهة التشكيك بالجيش، خصوصا انه على مستوى تك برجع بتقولوا تشكيك بالجيش، ما حدا انا بشكك بالجيش. مين بده ينفذ الجيش؟ خلينا نرجع نأمن، الجيش هو سلطة من السلطات الخاضعة للقرار السياسي. هيدي أسئلة متوجهة للمرجعية السياسية المعنية. بس كل السوابق بالجيش، الجيش مهمته فقط. طيب خلينا نتذكر، اسمع يا رجل، مهمة الرجل الجيش أن ينفذ القرار السياسي. طيب دولة الرئيس السابقات في لبنان، الجيش ما حدا، دولة الرئيس انه قل لي دولة الرئيس 1958 1993 2008 و6 اول شيء 2005 و2008 كان في سلطة سياسية تقول للجيش رأي معين لم يلتزم به. لا، لانه السلطة السياسية أعطت آراء يعني معناتها لا تعكس فيها وحدة الشعب اللبناني. جيد، يعني هذا الكلام سألك إياه حضرتك عم تقول الجيش لذلك الجيش خارج إطار التشكيك. نعم، الجيش خارج إطار التشكيك. يعني نحن وقت يسألوا هالجماعة اللي أب يسألوا عن العقيدة القتالية، طب ما لوش حق يسألوها، أعطيه جواب. مش الجيش اللي بيعطي الجواب، اللي بيعطي الجواب القرار السياسي بالنهاية. نحن أو بدولة دستورية أو لا، المرجعية السياسية هي اللي بتعطي الجواب. الجيش وفقا للدستور ينفذ شو مين؟ سياسة قرار مجلس الوزراء. فالقصة مش قصة أنجز لي، بس عمليا مش قصة أنجز لي لأنجز لا. بس دولتك تعرف أنه الجيش مؤسسة محترمة، عمل تقليد طويل من الحذر من قرارات السلطة السياسية وأخذ مسافة منها، وهذا لم يمنع انقسام الجيش عام 75 وذهابه لكي يصبح جيوش لبنانية ذات منحى طائفي ومذهبي كل في منطقته، وكانت من نتائجها تدمير الدولة اللبنانية شر تدمير. اليوم ربطت حضرتك الموضوع بالوزارة، بتشكيل وزارة حكومي. اليوم في أجواء كمان أيضا من الصحافة القريبة من 8 أذار بتقول أنه في قرار بتشكيل حكومة قبل 6 أو 7 شهر من 14 وزير. عندك هذا الجو؟ أنا سمعت، سمعان الجو خارج إطار الصحافة، سمعته ولا بس من الصحافة؟ خارج إطار الصحافة، بالصحافة يعني، بس عندي الجو.
شو بس هذا ما بيمنع. لا اقول لك شغله، خليني خبرك شغله، رح احط لك المعادله بشكل يعني واضح تمام الوضوح. مساله تاليف حكومه بلبنان هو امر لزومي وواجب الوجود. أن تكون الحكومة حكومة تعكس إرادة وطنية جامعة، ترفع مستوى المناعة في الجسم اللبناني أمام التحديات والتداعيات للواقع الإقليمي أمر أكثر من واجب الوجود. أي حكومة لا تأخذ بعين الاعتبار مسألة الطابع الميثاقي للحكومة، انتبه، وهذا ما تفضل به صاحب الغبطة، وإنني أوجه له تحية لأنه الوحيد بلبنان الشخصية اللي عم تحكي تعابير تعكس انعكاس حقيقي للواقع السياسي الدستوري والسياسي بلبنان، الوحيد حكومة ميثاقية. يعني أي حكومة بتألفها ينتج عنها لا ميثاقية، بمعنى ما تبطل تعكس إرادة المجتمع اللبناني الواحد الموحد، فسيكون له انعكاسات خطيرة على المجتمع. أشارت صحيفة الأخبار بالتحديد، واضح القصة؟ عم بأكد لك شو جاب الأخبار. تأليف حكومة كهذه يعني إضافة مسمار جديد إلى نعش اتفاق الطائف بعد المسمار الأول الذي دقه فريق 14 أدار عندما حكم منفردا في حكومة السنيورة. نختلف مع الكاتب المقال، مش أنه مسمار أول، المسامير التي دقت في نعش الطائف مسامير لا يحصى عديدها، بس كل واحد بيعدل هذا المسمار اللي بيعدل بيعني. هذا مسمار من المسامير، ولكن كم من المسامير اجتمعت في دق اتفاق الطائف، ومن جملتها الاعتداء على الحقوق الدستورية لشريحة أساسية في المجتمع اللبناني اسمها الشريحة المسيحية، في عدم تطبيق نص المادي 24 الدستور التي تتحدث عن المناصف الفعلي. فهذا هو المسمار برأيي الأهم. المسمار الأكبر والأهم والأكثر فعالية في تدمير الطائف والطائفيون، طائفيون نسبة للطائف. نحن نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعده مباشرة بدنا نفوت انه كما تتجه الامور رايحة على الفراغ ورايحة على مؤتمر تأسيسي. علامة استفهام كبرى حول هذا الكلام، بنناقشه بعد الفاصل. ما هي خلينا نقول توقعات الاطراف من المؤتمر التأسيسي الجديد؟ بعد الفاصل نواصل مثل ما قال دكتور الرئيس. متابعة مشاهدي ام تي في لهذا الحوار ضمن بيروت اليوم مع دولة رئيس نائب رئيس مجلس النواب سابقا الأستاذ إلي فرزلي. أستاذ إلي، كنا سألناك قبل الفاصل، الحكومة يبدو متعثرة، في كتير ناس بيشككوا بإمكانية انتخاب رئيس جمهورية، لك هل تتوقع الفراغ الرئاسي أول شيء؟ لك أستاذنا الكريم، نحن بيفصلنا عن رئاسة الجمهورية 5 أشهر ل 25 أيار. 25 أيار بتضل كرسي فخامة الرئيس مليئة بشخص موجود شخص فيه. بلش الحديث عن إمكانية الفراغ من 2 وـ3، يعني قبل 8 أشهر. مش منطقي طيب؟ لا لخبرك ليش مش منطقي، وفي حكومة مش قادر تعمل. لخبرك ليش مش منطقي، نحن عايشين بوضع بالمنطقة كمية التطورات فيها سريعة وضخمة لدرجة الذي يبدو مستحيل اليوم قد يصبح بالغد أمر بمتناول اليد. رأعطيك مثل بسيط، نحن قبل بلايلة كنا عايشين جو أنه في إمكانية حرب بين أمريكا وإيران. طيب إمكانية حرب بين أمريكا وسوريا مش هيك؟ وإذ فجأة تنقلب موازين القوى الدولية إلى اتفاق، إلى اتفاقات. أنت هاو 6 أشهر، 6 أشهر في مفاوضات إسرائيلية فلسطينية بتنتهي مدتها، وهي أهم مفاوضات صارت من 48 لليوم. في عندك مفاوضات إيرانية غربية في غاية الأهمية، جنيف 2، عندك جنيف 2، وعندك التطور الميداني على الأرض في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مناطق ذات الحماوي المعينة في المنطقة. طيب
ما هي التطورات لها انعكاسات وتداعيات كبيرة على الساحة اللبنانية. بس كمان هذه التداعيات دوت الرئيس لا تصل إلى حد تغيير، لو ما في انتخابات نيابية إلى قد تصل إلى مجلس الحالي. لا شو بدي بالمجلس، قد تصل إلى حد تعيبين أي مجلس، ما أنت وأنا بنعرف أنه انتخابات الرئاسة بتتم برا مش جوا. هذا موضوع خلينا نكون واضحين يعني، لحتى لما نحكي العالم الحقيقة. نعم بس الحقيقة كمان أنه رح يضل في أنه بكرة يمكن يصير في اتفاقات إقليمية دولية بطريقة ركبة يصفي إنعكاسها على القوى القائمة بالبلد، إنعكاس أوتوماتيكيا تؤدي إليه ما يجب أن تؤدي إليه. طرح الموضوع قبل 8 أشهر وفقا للمعطى القائم اليوم. أنا اليوم وقت بدي إيجي أقول لك يا حبيبي تعالي نحكي بالرئاسة، في حتمية فراغ اليوم، حتمية. إذا بتقلي بكرة الصبح في انتخابات بقول لك في حتمية فراغ، مش هيك؟ طيب شو بتطرى علي أنت معناتها؟ شو بتطرى علي؟ يعني بتقلي تعال حتى نخلي الكرسي مليئة بشخص في إمكانية غير بالتمديد؟ معناتها أنت وقت أبتضخم، وقت أبتروح لتحكي بالفراغ، وهون أنا مع صاحب الغبطة. عيب ينحكى بالفراغ، شيل الجانب المعنوي الأدبي اللي بيحكي فيه صاحب الغبطة. حضرتك قلت اللي بيقول فيه اليوم اللي في فراغ. اللي بيقول فيه صاحب الغبطة إنه عيب على القوى السياسية تحكي بالفراغ. هيدي إهانة لذاتها، إهانة لشخصها، بيعمل لهم شكل من أشكال التحفيز للذهاب باتجاه اتخاذ قرار يفرض نفسه حتى على القوى اللي بتديرهم باتجاه انتخاب رئيس. انت عمليا اليوم شو بتقول؟ بتقول يا هي انا تعال نمشي بالتبديل. هذا الموضوع مش مطروح قولا واحدا. حتى فخامه الرئيس قال انا ما بدي مدد، وصاحب الغبطه بياكد وينطلق في حديثه استنادا الى كلام فخامته انه ابدو شيء مدد. فاذا نحن عمليا عندنا 7-8 أشهر، 5-6 أشهر، خمس ست أشهر ل25 أيار عندنا لاخر النهار، وبعدين تبدأ المجلس يصبح بحالة انعقاد حكمي وهي انتخابية منذ عام منذ 25 أضار بصفها انتخابي. هذا الموضوع عاد هيك الرئيس بالرئال، لا كلام بالرئاسة قبل 25 أضار. فإذا هذا الموضوع بحد ذاته، عرفت علي كيف؟ نحن لا شك أنه الفراغ مصيبة، لا شك أنه التمديد كارثي، لأنه هو تمديد لحالة الفراغ، ونحن نعيش حالة فراغ بامتياز. هذا مجلس نواب يملأ رئاسته شخص مالئ الدنيا وشاغل الناس من 25 سنة، هذا لا يمنع أنه في فراغ بالمجلس النواب لأنه مش أبي يجتمع، وهكذا رئاسة الجمهورية وهكذا الحكومة. لا رئاسة الجمهورية ما فيك تعتبر اليوم في فراغ، رئاسة الجمهورية تعكس واقع البلد كله. نحن نعيش اليوم بواقع البلد بحالة فراغ بامتياز بكل شيء، بالسير بين البقاع وبيروت، الناس اللي بتقعد يومية 6 ساعات أوقات نتيجة فلتين السير، لا آخر قضية بتصير بالبلد من اغتيال هذه الشخصية الأكاديمية أو تلك، كل حالة فراغ بفراغ عايشينها. فلذلك هذا الموضوع نحن نعتقد أنه عيب علينا كلبنانيين إلا أن نفكر كيفية تأمين الانتقال السلبي للسلطة وتداولها وإجراء انتخابات رئاسية بموعدها الطبيعي من هلأ لخمس ست أشهر، ويخلق الله ما لا تعلمون في وقت. في ناس بيعتبروا أنه في مسعى لتعديل الطائف كما جاء في هذه المقالة يلي تحذر من تشكيل الحكومة بالواقع الحالي، لأنه يعني بتتلاقى مع طرح أمين عام حزب الله من أنه في حاجة لمؤتمر مش بس تأسيسي. أمين عام حزب الله، لا مش بس أمين عام حزب الله، صاحب الغبطة حكي بعقد اجتماعي جديد، وبالتالي في إرادة في مؤتمر في إرادة في إرادة شعبية كبيرة. بس ما بتعتبر دور الرئيس زيت المعنى؟ لا لا خليها زيت المعنى، زيت المعنى المؤتمر التأسيسي والعقد الاجتماعي الجديد. طبعا هذا عقد اجتماعي طبعا، لا لك شو مؤتمر تأسيسي بيكون يعني شيء جديد. مش هذا كلام مش تكتيكي لنمرك هون وهون، بدنا نحكي كلام له نتائج. أنا كمواطن لبناني أنا ضد تعديل الطائف علنا، ولكن أنا مع تطبيق الطائف بحرفيته بنصه. بارح الرئيس فؤاد السنيورة بخطابه يقول نحن أبناء الدستور، نحن نريدك أن تكونك وستكون إيدنا بإيدك بوجه مين من كان، ولكن طبق الدستور. الدستور بيحكي عن المناصفة، اذهب وطبقها. الدستور بيحكي عن صلاحيات معينة كلها مش عم تطبق.
الدستور بيحكي عن نظام داخلي لمجلس الوزراء، ما العمل الدستور، كم وكم من القضايا التي يتم فيها الافتئات على الدستور. نحن مع تطبيق الدستور نصا وروحا. كل القوى اللبنانية برأيك؟ أنا برأيي بس تطرح نص فكري تنفيذ الدستور بنص وحرفيته ما بيعود في أي قوة بلبنان تتجرأ. لا يقال تتجرأ، أنا أقول لك تتجرأ أن تقول يقال أنا بدي إذن نظر الثنائي الشيعي منذ الطائف حتى الآن كان عنده دائما ملاحظات يحاول أن يضع في النص ما هو قائم عرفا. سمي لي ملاحظة أبو حاولي. تشكيل الحكومة، شو بشو تشكيل اختيار الوزراء، مين اختيار تشكيل شو؟ السلطة التنفيذية تك. كل يوم بينحكى عن ضرورة الحاجة إلى توقيع شيعي في عملية تأليف الحكومة. تك. هذا كلام كمان. طبعا بدك توقيع شيعي وبدك توقيع كاثوليكي وبدك توقيع درزي وبدك توقيع أرثوذكس. طبعا يعني بدك تعدل. طب مشكلة الطائف شو بيقول؟ الطائف شو بيقول؟ رئيس الحكومة يعدها إيه؟ بموافقة رئيس الجمهورية كفي. بتتشكل الحكومة. ما هي طبيعة وما هي مجلس الوزراء؟ يحكم البلد. شو هي طبيعته ومكوناته؟ مكوناته مناصفة. وشو بس مناصفة بين مين ومين؟ مسلمين ومسيحيين. وشو مكوناته؟ يمثل كشافة مكونات المجتمع اللبناني ويحكم البلد. انتبه الطائف الطائف الدستور ويحكم البلد مجلس وزراء مجتمعا. عندما تقول يحكم البلد مجتمعا مش معناتها مجلس وزراء ورئيس وزراء ولا رئيس جمهورية، دستوريا يعني يحكم البلد مجتمعا، يعني بدك توقيع كل واحد وبالتوافق نقطة، وإذا لم يتم التوافق بالتصويت نقطة، وفي قضايا بدك تلتين، لا يعني بدك توقيع كل الطوائف. هذا كلام في محاولات لي بدنا الطائف وأبدناش الطائف، بدنا الشيء اللي مصلحتنا. بدي أحكي لك النكتة لنغير جو الناس. بيطلع مسؤول وزير صحة بدولة بده يتفقد المستشفيات، وإذ بيروح على مستشفى للمجانين، بيمرق وزير الصحة على مدير المستشفى، بيطلع هو إياه ليزوروا الغرف، بفوت على هونيك غرفة قاعدين فيها اثنين، واحد أبي سوق سيارة وبيعن مثل ما بيعن الأشطناء وبيفرمل وبيغير دزيام بريمير ترزيام وكذا وبيركض بهالأوضة، واحد تاني قاعد على هالكرسي دقيقة دقيقتين ثلاثة خمسة عشرة ما كانش يسكت، حاولوا يسكتوا ما كانش يسكت. طلعوا بهذا القاعد قالوا له يا أخ أنت هيتك رايق وبتفهم فيك، أنت بتفهم علي تسكت لنا إيه؟ قال له بعتذر ما فينيش. قال له لا، قال له بيعبي بنزين من عندي بيزعل. بقى هاو اللي بيحكوا هاي بيكون إنه الشيء اللي بمصلحتهم بيقولوا بدنا إياه للطائف، الشيء اللي بمصلحتهم ما بيعنوش يفهموا الطائف. الطائف هو عبارة عن توقيع كامل مقومات المجتمع بالطائف لمجلس الوزراء. هيدي قصة خلي نطلع منها. هذا مجلس أخذت صلاحيات رئاسة الجمهورية لمصلحة مجلس الوزراء مجتمعا، فمن باب أولى إنه إذا كان هناك تخوف لا صباح الله من فراغ بالرئاسة وصلاحيات رئاسة الجمهورية بدها تروح، بتروح لمجلس الوزراء شو؟ مجتمعا. هذا هو الدستور دوت الرئيس. وأي كلام آخر لقيمة له لقيمة. بارح كنا واللي ما بيلتزموا بهذا الكلام بيكون هني ما بدهم الطائف. وأنا نصيحتي للشريحة اللي بتدعي أنه هي بدها الطائف سواء كانت سنية أو مسيحية أو شيعية أو درزية، أنه ننتبه لهالنقطة. يجب العودة إلى تطبيق الطائف حرفيا نصا وروحا، وأي غلط بهالموضوع لبنان شأنه شأن سوريا، مش على المستوى الأمن عم بحكي، مستوى السياسي شأنه شأن العراق، شأنه شأن اليمن. البلد صفى مكونات وكل كيان له حدوده وله أعلامه وإعلامه، بلش ينطرح شو هي فوائد العلاقة التشاركية، شو معنى العيش المشترك، مثل ما طرحوا الكردي ومثل ما طرحوا السني بالعراق، مثل ما بيطرحوا الشيعي بالمحل الفلاني والجنوبي في يمن، بكل بلدان العالم العربي هذا هو الواقع. فاذهبوا إلى تطبيق الدستور وتمتعوا بأخلاق دستورية واحترموا نصوص النص. دكتور الرئيس، امبارح كنا عم نسمع الرئيس فؤاد السنيوري يتكلم عن مرحلة ما قبل اغتيال الوزير السابق
محمد شطح وما بعده، وسمعنا أيضا أوساط إعلامية قريبة من حزب الله تقول إنه هذا داعش تكفيريين جدد وداعش بربطة عنق. وين البلد برأيك بظل هذا التصعيد؟ هل هو عاصفة تنحسر مع تراجع أو الابتعاد عن اغتيال أنا الشخصية الكبيرة أنا لا أعتقد محمد شطح؟ أنا لا أعتقد إنه البلد خرج من دائرة الخطر. البلد لا يزال يعيش بقلب الخطر، هو ساحة من ساحات المنطقة. نعم، بس رح يضل ترتفع الوتيرة التوتر. أنا برأيي بهالأربع خمسة أشهر نعم ما رح تنحسر هذه الموجة. ما فيش أجواء انحسار. هذه قناعتي. انتبه، يمكن يكون خسران. شو حدود؟ يمكن يكون غلطان. شو حدود هذا الخطر؟ مفتوح على كل الاحتمالات. يعني مواجهات لا يعني. سقف. أنت ساحة مثل ساحات المنطقة. كل عناصر كنت دائما رددة عمدة 8 سنوات من بعد ما أطلقت نداء الشهير بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيع الحريري، قلت لهم احذروا الفتنة السنية، بتعرفها هاي السنية، احذروا الفتنة السنية الشيعية بعد يعني يومين من اغتياله، قامت الدنيا علي وما قعدت. قلت لهم لا تستقدموا النار إلى لبنان، انتظروا التصويات الكبرى في الصالون، لا تنتظروها لا في القبو ولا في القبر، قامت الدنيا علينا. واليوم أقول لك كل عناصر الأزمة الموجودة بالعراق، الموجودة بسوريا، الموجودة باليمن، الموجودة في كل مكان، موجودة على الأرض بلبنان كلها. أضف عنصر آخر التلاصق الجغرافي مع دولة إسرائيل جنوبا، ووجود العنصر الإسرائيلي كعنصر مباشر على الساحة اللبنانية، وبالتالي كل الاحتمالات مفتوحة على الساحة اللبنانية. إذا ما كانش في شخصيات وإذا ما كانش في ناس وبشر فوق الطاقة لاستيعاب الواقع والذهاب باتجاه الحوار وصناعة الوحدة الوطنية والتكاتف الوطني الحقيقي لحتى يرفعوا منسوب المناعة بالجسم اللبناني ويخففوا من نتائج التداعيات، أنا برأيي البلد مفتوح. المواقف المأخوذة دوليا على مستوى سفراء مجلس الأمن الدائمية العضوية من أنه في مظلة دولية على لبنان، هذا أنا أول شخص حكي فيها بعد تكليف نجيب المئاتي دولة الرئيس، وهلأ برجع بقول لك إن الإرادة الدولية لا تزال تنصرف باتجاه عدم انفجار الواقع السياسي بلبنان بطريقة سلبية. بس حضرتك كنت تقول إنه ما في سقف وهالمظلة ما بتكفي؟ إذا انفجرت ما بتكفي، لا ما بتكفي أبدا ما بتكفي. أساسا هني متخوفين. بارح شفت الأمريكاني كيف تحرك بصورة إيجابية لاحتواء تداعيات اغتيال معالي الوزير الشهيد محمد شطح. لماذا اغتيل محمد شطح؟ ما بعرف. برأيك؟ ما بعرف. يعني حكى كثير ما بعرف عنه. بس أنا رأيي الشخصي هذا الاغتيال يصب بخانة وحيدة، ما في خانتين. خانة افتعال الفتنة في لبنان وضم لبنان باتجاه حالة الفوضى وتراكم الفوضى وعناصر المشكلة السني الشيعي في لبنان. ما في شيء آخر. كل ما يخدم هذا الهدف هو نص الاغتيال ونص الثاني أي خطاب يخدم الفتنة. وبالتالي نحن وجباتنا نقول لا للفتنة، نعم للخطاب الذي يجمع ولا يفرق. كوسائل إعلام، كأشخاص بيطلوا على المنابر الإعلامية، كشخصيات سياسية وكمسؤولين. شو برأيك اليوم بإيد الأفرقاء اللبنانيين يعملوا؟ ومن هون بعتبر موقف الأستاذ وليد بايك جنبلاط موقف جيد ومحترم في 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 واقع هذه الأزمة على الأرض اللبنانية. شو بإيد القياديين السياسيين يعملوا اليوم؟ يدفع الأمور باتجاه التحاور والاجتماع، شو تخفيف حدة التوتر على الأرض لحتى الإيد اللي عم تضرب هاون وهاون 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 بنية جر للاقتتال تلاقي حالة أنه طالعة من المولد بلا حمص، وبالتالي لشو إمكانية الاستمرار بالضرب. طبعا أنت بضرب هاون وهاون أنا، بس تلاقي في خلاف ونقاش واقتتال وما في حوار وما في اتفاق، وبعتبر إذا دقيت هون وهون معقول فعلي يقابله رد فعله تفوت على المشكلة. هذه المنطقة كلها هيك. ليش أنت شو الله خلقك وكسر القالب كلبناني؟ ما أنت معرض مثلك مثل غيرك، وسبق وتعرضت قبل غيرك. ما لأنك معرض ودفعت الثمن ولا تزال تتعرض. شو هاي الدماء اللي بتموت والشهداء اللي بيروحوا؟ على أم نحن أم نحكي عن الوزير محمد شطح؟ ليش الأبرياء اللي راحوا سقطوا ابن الشعار وغيره نوبش ولاد بشر وناس؟ الناس اللي سقطوا بطرابلس
الناس اللي سقطوا بالضاحي، الناس اللي سقطوا بالجنوب، كل هذا مشكلة المشاكل. أنت عليك مسؤولية حقول دون استمرار كإعلامي، خصوصا كقائد، كشخص تساهم بصناعة الرأي العام، أنك أنت تجهد الفتنة بقلبك. ختاما مع فقرة أسرار اليوم، من صحيفة النهار نقل عن مصدر دبلوماسي بأن إشارة خارجية أوحت بضرورة ولادة الحكومة قبل 16 كانون الثاني. هذا ضمن الجو اللي كان عندك إيه؟ قبل 16 ما بعرف، بس في إيحاء بضرورة وجود هلأ. هلأ مواصفات الحكومة، انتبه لحتى ما يصير في أي إشكال، هذا هون النقطة. الخلاف مش على ولادة الحكومة، الحكومة يجب أن تلد، الخلاف على شكل الحكومة مضمونة، أسلوب إنتاجها. برأيك بنروح على جنيف رح بيكون في حكومة؟ أعلن في لبنان أنه حتى لو ما في حكومة، في حكومة تصريف الأعمال تستطيع أن تروح بإمتياز. بس رأيك الخاص ما يحكى عن قبل 7 قبل 6 قرار جنيف 16. قرار جنيف بدك تروح له، قرار جنيف قرار دولي، كل العالم بدها تمشي بالصف. اللي أبي خربطوا فيه هلأ بعد شهر 2-3 بتلاقيهم التحقوا بالركب. قرار دولي. برأيك رح يكون في حكومة بعد 20 يوم جايين؟ أنا برأيي في شيء ما يحيك. رح يكون بأي اتجاه؟ ما بقدر بتهيب أعطي جواب، يعني بتهيب أعطي جواب، حتى ترجيحا التلميحا بتهيب أعطي جواب، لأنه عندي صراع بيني وبين نفسي بين شغلي. هل يتجرأ أحد أنه يأخذ البلاد لمتفجرة كبيرة اسمها حكومة غير ميثاقية؟ هل يتجرأ أحد أن يتحمل هذه المسؤولية؟ مش حدا حكي لا حكومة من غير أي حكومة لا تأخذ وتراعي مواقف القوى السياسية كخريطة نيابية لتنال ثقة وتنال موافقة الأطراف، ستؤدي لكي تصبح غير ميثاقية. دولة نائب رئيس مجلس النواب سابقا أستاذ إلي فرزلي، أهلا بك دائما. إن شاء الله بينعاد عليك وعلى كل اللبنانيين، نغتنم المناسبة آخر السنة ويفوت الفرح إلى قلوب الحزانة جميعا. شكرا دكتور الرئيس. مشاهدينا بنشكركم للمتابعة، ومنذكركم بإمكانكم تابعوا آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV لبنان نيوز على تويتر وعلى فيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا لحسن المتابعة وشكرا لمتابعتنا في العام 2013. إلى اللقاء في 2014.